السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد اخواني في الله. اذا اخواني في هذا الفيديو ساقدم لكم مشروع جديد، يعني مشروع كريبتو كما نتطرق في الفيديوهات الاخيره. فكما نرى اخواني في الله في هذا الفيديو ساتطرق لكم لهذا المشروع الجميل الذي يمكنكم ان تربحوا منه اخواني في الله بعض العموله من خلال استثمار في اخواني في الله. لكن قبل بدايه الفيديو اتمنى لكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ولا تنسوا الضغط على زر اللايك للمزيد من الفيديوهات اخواني في الله. إذا كما نرى إخواني هذه الواجهة الخاصة بالمشروع، فالمشروع يدعى بغومي كما نرى، إذا يعني الاسم الكامل هو God of Memes كما نرى، وهذا السيمبول الخاص به كما نتطرق من هنا. إذا الشعار الخاص به هو Memes makes millionaires إخواني في الله، يعني كما تطرقنا في الأيام الأخيرة، الناس يعني يربحون أكثر وأكثر ويصبحون يعني مليونيرات بواسطة التوكنز الميم، يعني الميم كوينز إخواني في الله. فهذه واحدة منهم ولديهم مشروع جميل جدا يمكنكم استثمار في إخواني في الله وربح من خلال الاستثمار. إذا كما نرى هذه الكونترول الخاصة به، فهذا الكونترول الخاصة به يمكنكم تتبعها. فالمشروع هو على السولانا كما نرى، فهنا يعطيك يعني ما يعني فكرة عامة حول المشروع، يعني يقوم بإنتروديوسين هذا المشروع. فكما نرى من هنا يمكنكم إخواني في الله مشاهدة ماذا يقولون لكي تعرفون. هنا كما نرى بعض الباورد كما نرى بينك سيل ديكس اس سكرينر، ايضا اخواني في الله الديكس تولز والعديد من الاشياء الاخرى كما قلت لكم ان المشروع هو على السولانا اخواني في الله. هنا يعطيك يعني بعض الجمله يعني او بعض المعلومات حول المشروع باكمله. فكما نرى يقول لك هنا واي غومي اخواني في الله، فيعطيك من هنا اخواني في الله لماذا هذا المشروع الجميل والجميل جدا. يمكنكم قراءته لكي تعرف اكثر واكثر اخواني في الله، ولكي تتعلم ويعني تفهم اكثر حول هذا الميم كوينز الجيده والجميله. فهنا اخواني في الله الرود ماب الخاصة ب God of Memes يعني كومي. كما نرى هنا الفيز 1 يعني سيطرقون إلى البريسيل يعني في هذا اليوم. كما نرى هنا إخواني في الله يقول لك الفيز 1 كان الكوميونيتي بولدين كونتراكت أيضا كرييتين، ثم الفيرست ماركتين والفير لانش أون بيكسل. يعني هم الآن بدأوا في الفيز 1 والآن يعني سيعودوا للفيز 2 إخواني في الله حتى الفيز 3. يعني الفيز 2 سيكون فيه اللانش في الريديوم الذي سيبدأ في الشراء. أيضا ديكس تولز ديكس سكرين تريندينج كما نرى، أيضا البوست لانش ماركتين، ثم كوين جيكو و يعني سيقوم بالليستين في العديد من يعني الاكسشينج. و يعني المشروع الخاص بهم هو يعني اكثر من 5000 اخواني في الله هولدرز، هذا هو يعني الذي يتطرقون اليه. ايضا بارتنرشيب في الفيز 3 والعديد من الاشياء اخواني في الله اخرى. هنا توكونوميكس كما قلت لكم، بروجكت نيم هو God of Meme كما نرى ميمي، ثم سيمبول غومي، ثم توتال سبلاي اخواني في الله هو 1 بليون كما نرى، ثم البريفيت سيل نو، ثم التاكس نو اخواني في الله. فبهذه الطريقه يمكنكم اخواني في الله الشراء فيه. اذا كنت تريد الشراء يمكنكم الشراء على البينك سيل في البري سيل، يعني نضغط هنا. بعدها كما نراها هو المشروع في البينك سيل اخواني في الله. المشروع البينك سيل يعني سيبدا في يعني سيبدا في البري سيل بعد 8 ساعات من الان اخواني في الله، يعني اليوم ان شاء الله. فكما نرى هنا بعض المعلومات الاخرى، يقول لك هنا الاوديت اذا كنت تريد التطرق الى الاوديت حول هذا المشروع. فكما نرى هنا الاوديت الخاصه بهم يمكنكم متابعتها اخواني في الله لكي تعرف ان المشروع فهو امن وسيف كما نرى وليس فيه اي مشكله. ايضا هنا كما نرى بعض الاشياء يقول لك هنا، ثم كما قلت لكم الادرس هنا، النيم God of Meme، السيمبول توتال سبلاي، وتوكن فور بريسيل ستكون 650 مليون اخواني في الله غومي، والليكويديتي ستكون 300 كما نرى من هنا، ثم السوفت كاب ستكون 100 سولانا، وستارت تايم يعني سيبدا اليوم وبعد 5 ايام تقريبا سينتهي، بعدها سيكون ليستين في ريديوم كما نرى. وسيبدا من هنا. هنا كما قلت لكم التوكونوميك الخاص بالبريسل ليكويديتي ثم الانلوك. وبهذه الطريقه اذا كنت تريد الشراء فانت تقوم بوالت من هنا في السولانا الخاصه بك. فمثلا هنا ستكون لوج اوت، ومن هنا ستكون من هنا هكذا تقوم بكونكت على هذا الشكل. بعدها تختار اي والت تريد، مثلا انا ساختار والت الفانتوم. بعدها تسجل والت هنا خاصه بك، ثم هنا ستجد كم تريد مثلا الشراء تشتري مثلا من هنا، وبعدها تقوم باي بسولانا بعد اخواني في الله البري سيل من هنا اخواني في الله. فبهذه الطريقه شرحت لكم تقريبا كل شيء. اخر شيء ساوري لكم هو موقع التواصل الاجتماعي، يجب عليكم ضروري تتبعه يوم اخواني في الله لكي يعني يساعدكم اخواني في الله في معرفه العديد من الاشياء. مثلا تقوم بفولو على هذا الشكل، ثم من هنا اخواني في الله تقوم يعني بالمشاهده اخواني في الله
كما نرى لكي تعرف أكثر. أيضاً لا تنسى التليجرام، ضروري الدخول للتليجرام الخاص بهم، لأن هذا يساعدك في معرفة العديد من الأشياء حول المشروع. متى تقوم بأوب التليجرام؟ بعد إخواني فلا تقوم بجوين الجروب الخاص بهم، فهذا هو الكوميونتي الجروب الخاص بهم، تقوم بالتكلم معهم. هنا كما نرى الممبرز أكتيف كما نرى وأونلاين. إذاً إخواني فلا في هذه الطريقة شرحت لكم تقريباً كل شيء حول مشروع الجاد أوف مينت كما نرى أو الجومي. إذا كنت تريد الاستثمار فيه يعني سيبدأ اليوم في البريسل، يبدأ فيه إخواني فلا وتبدأ. إذا كان معكم مثل تقنية وتقنية في فيديو جديد في القريب العاجل، أتمنى منكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك لشجعنا نشر المزيد من الفيديوهات. إلى اللقاء.